بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل النهارده كلامنا في كورس الكونفيجريشن مانجر. النهارده هنتكلم عن السوفت وير مترنج. السوفت وير مترنج بتعمل ميتر للبرنامج الفلاني ده بيتم استخدامه بمعدل قد ايه او استخدم كم مره. مفيده في ايه؟ مفيده والله لما انت عاوز تشتري 20 لايسنس الابلكيشن او هتجدد اللايسنس فانت عاوز تعرف هتديها لمين، او بتاعك عد اللايسنس اللي انت عاوز تشتريها هتشتري كام لايسنس. فمثلا هتقول له والله انا هشتري ال 20 واحد بس، فواحد يقول لك لا انا والله انا مستخدم البرنامج ده انا عاوز لايسنس انا كمان، فتقول له والله لا ده انت بقالك سنه الابلكيشن ده انستولد عندك ما فتحتوش غير مره، فانت عاوز الابلكيشن بمناسبه ايه بس. فده بيديك ريبورت ويقول لك والله الاستهلاك بتاع الابلكيشن ده عند الناس دول شكله ايه. طيب عشان انيبل السوفت وير مترنج هي الدنيا سهله جدا. هخش على ادمنستريشن، على كلاينت سيتنجز، ديفولت كلاينت سيتنجز، سوفت وير مترنج، هتلاقي انيبلد باي ديفولت وبيترن كل 7 ايام. طيب هنعمل له كونفيجر منين؟ اسيت اند كومبلاينس، هتلاقي عندك سوفت وير مترنج ديت الابلكيشنز اللي هو لما ران الرولز تلاقيها. مثلا هتلاقي ال 7 زيب يعني او ادوب، الحاجات دي مش موجوده باي ديفولت، لا ده هو ران وتجيبها. يعني 7 زيب ده احنا عملنا له ستول فهو جابه اوتوماتيك. طب احنا عاوزين مثلا اي اس او انترنت اكسبلورر، ادوبي، مجموعه ابلكيشنز كتيره. طب ورينا كده كونفيجريشنز شكلها ايه على سوفت وير مترنج. لو جيت انا سوفت وير مترنج بروبرتيز هتلاقيها اوتوماتيك بيحافظ على الداتا لمده 90 يوم، فانت كده تقدر تطلع ريبورتات لمده 90 يوم على اليوسج بتاع الناس. لو عاوز تزود اوكي براحتك. بيقول لك هنا والله هنبتدي كاريت رولز سوفت وير مترنج رولز للابلكيشنز اللي هتلاقي الناس ابتدت تستخدمها. هقول له اوكي. فهنا مثلا 7 زيب ادوبي ديت رولز بس انيبل، لا ما هياش انيبل، فكده الرول موجوده بس انا كده لسه ما ابتديتش اقيس اليوسج بتاع الناس. فعشان ابتدي اقيس اليوسج بتاع مثلا ادوبي او اقيس اليوسج بتاع 7 زيب باجي هنا واقول له انيبل. وخلينا انيبل انترنت اكسبلورر برضو، وخلينا فكده احنا شفنا اللي هو اوتوماتيك بيجيب الرولز، اوتوماتيك بيجيب الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها وبيعمل لها رول وبيستنانا بس احنا بنعملها انيبل عشان يبتدي يعمل لها ميجر هي بتستخدم كل قد ايه. طب سيل انا عاوز اعمل رول جديده للابلكيشن ما هوش موجود عندي، باجي هنا اقول له كرييت سوفت وير رول، سوفت وير مترنج رول، مثلا كالك، هي كالكليتور كالك، انا هعمل رول للفايل اسمه كالكليتور براوز سي ويندوز كالكليتور، فجاب لي الداتا بتاعت الفايل. هقول له نيكست نيكست وكده هي انيبلد باي ديفولت. فلو جيت مثلا على الويندوز 8 بتاعي وجيت هنا على الكونفيجريشن مانجر اكشنز، هجيب بس الماشين بوليسي اول، عشان تسحب الرول اللي هي بتاعت السوفت وير مترنج
وهشغل سوفت وير مترنج يوسج ريبورت رول. بعد كده خليني اجي هنا اشغل الكالك، واقفلها واشغلها تاني. وخلينا نشوف لو في هنا 7 زيب انستولد ولا لا. تمام، موجود اهو، شغلته وهحاول اشغله تاني كمان مرة. وعندك انترنت اكسبلورر هنشغله مرة واحدة بس. لو جيت على اللوكس عندي، بيزنس بي سي، بروجرام فايلز، كونفيجريشن مانجر، ويندوز، سي سي ام، لوجز، هتلاقي عندي 2 لوجز هما المهمين بالنسبة لي، ام تي ام جي ار، هو مفتوح هنا عندي اهو. هتلاقي هنا عندي بيقول لك جاب الرولز اهي الانيبلد، تراها. بعد كده لما شغلت الكالكليتور قال لك خلاص انا فوقت لقيت رول قصاد الكالكليتور اهي، واتعملت لك تراك ليها. وادي تاني مره، وادي الانترنت اكسبلورر برضه، وال 7 زيب ما تلقاش لي رول عشان ده 7 زيب اف ام، والموجود في على السيرفر اللي عملنا الكونفيجريشن كان 7 زيب جي. هنا برضو السيرش فلتر بيقول لك مفيش ماتشنج رول وهكذا. بس فبعد ما بنعمل الكلام ده بنيجي على الاكشنز، المفروض هنقول له ران الريبورت سوفت وير مترنج يوسج ريبورت. يوسج ريبورت برضو ليه لوج تاني بتاعه الموجود هنا. فين 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 سوفت وير؟ سوفت وير ميتر ريبورت جنريتور. لو فتحته هتلاقي دلوقتي خلاص هو عمل الريبورت اهو. لو رجعنا هنا الداتا ديت، طب هنشوفها فين الريبورتات؟ هتبقى في السوفت وير لايبراري، سوري، في المونيتورنج تحت ريبورتنج ريبورتس. الداتا اللي هي الداتا الكلاينت عملها ديت وهيبعتها للسيرفر، الكونفيجريشن مانجر بياخدها بيعملها سيمرايز عشان ينفع يستخدمها في الريبورتنج. فلو جيت هنا في السايت مينتيننس هتلاقي عندك سوفت وير سيمرايز سوفت وير مترنج فايل يوسج داتا، وسوفت سيمرايز سوفت وير مترنج مانثلي يوسج داتا، وده بيحصل بشكل يومي زي ما احنا شايفين. لو رحت على المونترنج هتلاقي عندك في الريبورتنج كاتيجوري خاصة بالسوفت وير مترنج، وفيها حوالي 13 ريبورت هتقدر تتراك منهم اليوسج بتاع الناس. هتحتاج حبة وقت بس عقبال ما الريبورتس دي تبتدي تجيب داتا. فزي ما شفنا اللي هو السمرايز ده بيحصل في اوقات معينة اللي هي اللي احنا محددناها في السايت سيتنجز. لما السمرايز يحصل اقدر ساعتها اقدر استخدم الريبورتات. فمثلا لو جيت اقول له total usage for all metered software على شهر كام، مثلا على شهر 3 في اي سنة، السنة اللي هي 2017، هقول له view report. طلع لي هي الابليكيشنز الميترد استخدمت قد ايه، مثلا الكالكليتور استخدمت مرة، الانترنت اكسبلورر استخدم مرتين. لو دوست عليها هو جاي مع عدد اليوزرز باك مثلا كده، الانترنت اكسبلورر هو يوزر واحد اللي استخدمه مرتين وهكذا. عندك حوالي 13 ريبورت تقدر تشوف منهم الحاجات بخصوص اليوسج بتاع السوفت وير مترينج.